بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم مصطفى الرماحي، مادة الرسم الهندسي، الموضوع اللي اسمه سكالينج، تغيير الحجم. بهذا الموضوع عندنا طريقتين للحل، يا أما يطلب الطريقة الأولى أو الطريقة الثانية. إذا طلب، شلون أعرف الطريقة الأولى من الطريقة الثانية؟ طبعا الطريقة الأولى تختلف جذريا عن الطريقة الثانية. الطريقة الأولى سؤال عادي، أعرف الطريقة الثانية من كلمة اللي هي تبتديها بالسؤال fixed point. هاي الكلمة إذا أشوفها fixed point أكو يعني طريقة ثانية. راح الآن نشرح الطريقة الأولى وبعدين نجي طريقة fixed point. الطريقة الأولى عندي ذني القانونين اللي هو الـ x نيو يساوي x في s x، والواي نيو يساوي y في s y. وعندي شكل العامل المصفوفة هذا الشكل، في هذا الشكل الـ s والواي والواحد الخيارات والباقي كلها صفارة. راح أشوف هذا المثال scale the rectangle. عندي 1 2 3 4، عندي 4 نقاط، وعندي الـ S X وعندي الـ S Y اللي هو يساوي 2. راح أجي أحل السؤال، راح أطلع النقاط اللي هو الـ First والـ Second والـ Third والـ Fourth. راح أطلع الـ4 نقاط على مود أن نواتجهن راح تساوي ناتج المصفوفة النهائية. حسب هذا القانون اللي هو الـ x يساوي x في s y، لكل نقطة أطبقه. للنقطة الأولى الـ x يساوي 12، الـ s y 2 يساوي 24، الـ y للنقطة الأولى 4 في الـ s y يساوي في 2 يساوي 8، للنقطة الثانية 20 في 2 يساوي 40، 4 في 2 يساوي 8، النقطة الثالثة 12 في 2 يساوي 24. نوصل للنقطة الثالثة، الواي مال النقطة الثالثة اللي هو 8 في 2 يساوي 16. للنقطة الرابعة اللي هي 20 بـ8، 20 في 2 يساوي 40، و8 في 2 يساوي 16. راح أجي أطبق الشكل العام للمصفوفة اللي هي هذه، راح أجي أطبق النقاط أخليها 12 بـ4، 20 بـ4، 12 بـ8، 20 بـ8، والسطر الأخير كله واحد. راح هنا مثل ما قلنا الـ SY والـ SX والـ SY والهنا الواحد والباقي كله صفارة. عملية ضرب المصفوفات مثل ما أخذنا إنه السطر أو الصف في العمود، يعني هذا العمود، هذا السطر الأول في العمود الأول. راح أوضح سطر واحد أو راح أوضح جزء واحد وأترك الباقي إنه يعني للوقت. راح أجي أقول اللي قلنا السطر الأول في العمود الأول، راح 12 في 2 24 زائد، راح أجي أقول زائد 4 في 0 0 زائد 1 في 0 0 راح يساوي 24. راح أجي أخذ القيمة الثانية، راح أقول في العمود الثاني طبعا 12 في 0 0 4 في 2 8 1 في 0 0، إذا ظلت عندي بس 8. راح أجي أخذ العمود الثالث اللي هو كله وحدات ما يحتاج أسوي، كله قبل نزله واحد. راح أوضح السطر الثاني، راح أجي أخذ يعني قلت سطر في عمود العشرين، 20 في 2 40 زائد 4 في 0 0 والواحد هو ينزل، إذا ظلت عندي بس 40. راح أطلع القيمة الثانية اللي هي العمود الثاني، راح أقول 20 في 0 0 4 في 2 8 والـ1 في 0 0، إذا ظلت عندي 8 والواحد هو ينزل، وهكذا أكمل بقية الأسطر. راح ألاحظ
إنه 24/8 راح ألاحظ هاي النقاط، 24/8 النقاط الجديدة اللي طلعتها هي تساوي ناتج المصفوفة، إذن حلي صحيح. أو طريقة أخرى يعني لسهولة الحل، هاي أذني النقاط أخذهن أسطرهن هنا، 24/8 40/8، خاف أتيه بعد ما أعرف هاي الطريقة يعني ما معتمدة بس هسه لاحظتها. راح أنتقل للحل بالطريقة الثانية اللي هو الفيكست بوينت. الفيكست بوينت يعني راح يعطيني سؤال وأيضا نفس النقاط وبين يساوون 2، بس قايل لي طريقة واحدة، قايل لي الفيكست بوينت، طريقة الفيكست بوينت. بهيج حالة عندي 3 حالات أنفذها. ترانز ذا اوبجكت اوف ذا تي اكس يساوي سالب 12، هو ايش قايل لي هنا؟ قايل لي ابدأ الحل بالقيمة 12/4، 12/4. اذا نجمع عكس قيمة النقطة اللي قال لي ابدأ من عندها، اذا 12 زائد 12 سالب 12 12 0، عندي سالب 4 بسالب 4 أو 4 0، عندي 20 سالب 12 8 0، هكذا راح تطلع بقية النقاط. النقطة الثانية اللي هي scale the object by sx يساوي 2 والاس y يساوي 2 اللي هي ضرب، راح اخذ النقاط اللي طلعت لي هنا 0/0 8/0 0/4 4/8 أو 8/4 عفوا، صحيح 8/4، راح أضربهن في 2 راح تطلع لي هاي النقاط. راح أرجع أخذ هاي النقاط اللي باق إن ترانسليت أوف ذا سكال أوبجكت وذ تي إكس يساوي 12 والتي واي يساوي، راح أرجع القيم راح بالجمع يعني 0 زائد 12 12 4 16 و12 28 بـ4، وهكذا يكون انتهى السؤال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.